لا لا لا، الجولة كانت ناجحة بكل المقاييس. حصل في البداية تأثر بسيط وتم تأجيلها 3 أيام، ليس بسبب الأطراف أو تعنتها أو بسبب حصلت مشاكل من أي طرف، وإنما بسبب الترتيبات اللوجستية، يعني طائرة عدم يعني تعطل طائرة أو كذا يعني، فتم حل هذه الإشكاليات جميعا، وتم يعني الاستعانة يعني بالحلول البديلة، وكان الجميع متعاون. هدما هنالك جولة قادمة في 15 مايو باستمرار في عملية التبادل و يعني حلت أي مشاكل وتقديم التنازلات لصالح الضحايا والأهالي والإفراج عن العدد الذي نصل إليه وصولا إلى تنفيذ الكل مقابل الكل.